السلام عليكم مشاهدينا أينما كنتم تتابعونا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج آخر طبعة. الحوار الوطني في تونس يبدأ بتقديم المرشحين لخلافة العريض وجلسة عامة للحوار مساء الغد للبت في اختيار الشخصية الوطنية المرشحة لرئاسة الحكومة. وزير الدفاع التونسي السابق أبرز المرشحين. رئيس سيمنح مهلة أسبوعين لتشكيل حكومته والتي ستتقدم لنيل الثقة من المجلس الوطني التأسيسي الذي عاد مؤخرا إليه بعض النواب الذين انسحبوا وذلك أو عادوا بعد انتزاع توقيع النهضة على مبدأ الحوار حول خريطة الطريق. ما هي عقبات التشكيل وهل سينتهي قريبا حكم الإسلاميين في تونس؟ جزائريا بوتفليقة لولاية رابعة بوجه علي بن فليس وقرار بتعديل الدستور قبل انتخابات الرئاسة. لماذا التعديل وماذا عن صحة بوتفليقة؟ أما أمنيا ليبيا باتت تهدد الجزائر والجزائر واحدة من أهداف خلايا القاعدة والكلام لمحلل أمني. اكتشاف مخبأ كبير للأسلحة قرب الحدود مع ليبيا واستنفار على الحدود على خلفية توقعات أمنية باعتداء إرهابي كبير في الجنوب لم يعرف عنه سوى أنه قد يكون في تمن راست ومعلومات متضاربة حول وقف التنسيق الأمني مع ليبيا. الشرق الأوسط خطة الجماعة لإنهاك الأمن والمصري اليوم خطة الجماعة لأخوانة الإعلام. أما سوريا الإبراهيمي من طهران مشاركة طهران هامة ومثمرة في جنيف 2 وكلام عن تأجيل جنيف إلى كانون الثاني. فهل تتحمل سوريا الانتظار؟ طبعا مشاهدينا كل هذه المواضيع وغيرها سنناقشها اليوم مع ضيفنا من الجزائر والذي نرحب به طبعا السيد رشيد ولد بوسيافة الإعلامي الجزائري وهو معنا مباشرة من الجزائر. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ رشيد. أهلا بك أستاذ رشيد. سنتابع عناوين بعض الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم ونعود لنتحدث بكل هذه العناوين التي طرحناها والتي طغى عليها طبعا أحداث بلاد المغرب العربي. سنكون مع الزميلة رويدة أبو عيد وعناوين بعض الصحف العربية. شكرا علا. أهلا بكم مشاهدينا في جولة سريعة على أبرز عناوين الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم. الخبر البارز هو جولة الإبراهيمي وتشديده على مشاركة إيران في مؤتمر جنيف 2. سنبدأ بصحيفة الوطن السورية والتي عنونت الإبراهيمي غدا في دمشق وسط معلومات عن تأجيل جنيف 2 إلى مطلع العام. خلاف بين كيري ومستشاريه حول المؤتمر المرتقب والمبعوث الأممي يصر على حضور إيران. توصل العمليات العسكرية في الغوطتين وحماية الشعب تسيطر على اليعربية. مصادرة أسلحة إسرائيلية في درعا والتصدي لإرهابيين بريف إدلب. إلى صحيفة الشرق الأوسط السعودية. وزير الدفاع التونسي السابق يتصدر المرشحين لخلافة العريض. المتحاورون شكلوا لجنة لبحث الشروط الواجب توفرها في رئيس الحكومة المقبلة. المعارضة السورية تسيطر على طفص واليعربية تقع بيد الأكراد. الإبراهيمي يؤيد مشاركة إيران في جنيف 2 وظريف سنحضر إذا دعينا. سكان طهران يفاجؤون بلوحات إعلانية تنتقد التفاوض مع أمريكا مصممو الثورة الإسلامية وراء نصبها. إلى صحيفة المحور الجزائرية. رؤساء خارج الدوائر فيما يرتقب حركة في سلك الأمناء العامين والسفراء بوتفليقة يجمد مهام 70 مسؤولا إداريا. الاتجاه الممنوع عملية تمشيط كبرى قرب الحدود الليبية وإغلاق المنافذ مؤقتا وحصر السماح بالتنقل للحالة الإنسانية فقط. حجز أجهزة تجسس متطورة داخل أظرف بريدية في ميناء الجزائر. إلى صحيفة الجمهورية المصرية. القبض على 41 تكفيريا في سيناء بينهم 8 فلسطينيين. مؤتمر اقتصادي عالمي لإعادة الاستثمارات إلى مصر. إلى صحيفة البيان الإماراتية. الإبراهيمي مشاركة إيران في جنيف 2 ضرورية. الجيش الحر يتقدم في درعا. وإعلان 9 مناطق عسكرية في تونس. خيرا مع صحيفة الثورة اليمنية وخبر فلسطيني. القيادة الفلسطينية ترفض مقايضة الأسرى مقابل الاستيطان. والإبراهيمي أيضا
مشاركة إيران ضرورية في مؤتمر جنيف 2. هذا كان أبرز ما جاء في الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة، والآن عاد إليك علا. شكرا للزميلة رويدة أبو عيد على هذا العرض الصحفي. أعود إليك أستاذ رشيد ولد بوسيافة الإعلامي الجزائري، وأنت معنا من الجزائر. يعني تونس بدأ العد التنازلي إذا صح القول لتشكيل الحكومة الجديدة، هل ترى أنه سيكون هناك عقبات لتشكيل هذه الحكومة؟ وهل نستطيع القول أنه تونس باتت قاب قوسين أو أدنى من انتهاء حكم الإسلاميين فيها؟ أنا أعتقد أن المشكلة الكبيرة في تونس أن بعض التونسيين، بعض التيارات السياسية، الأحزاب، النقابات تحاول جاهدة استنساخ التجربة المصرية السيئة كما تابعناها جميعا. يعني الآن التونسيون كلهم سواء كانوا حكومة أو معارضة أو مجتمع مدني أو نقابات أو قوى فاعلة أمام امتحان صعب، أمام تجربة جديدة قد ينجحون في الخروج بتصور تونسي محض، يعني يجنب البلاد الفوضى التي حدثت في مصر مثلا، ام انهم يصرون، يعني القوى المعارضه تصر على محاربه وطرد الاسلاميين نهائيا والتضييق عليهم واعاده المشهد كما كان عليه قبل ثوره الياسمين، كما حدث في مصر عندما اعاد العسكر المشهد كما كان عليه قبل الثوره المصريه. طيب، ولكن سيد رشيد، المعارضة يعني هي لا تصر بدون أسباب. الإسلاميون كانوا أو أعطيوا فترة ولم يتمكنوا من إدارة البلاد، ونرى النتيجة اليوم في تونس كيف كانت، وعلى خلفية هذه النتيجة قامت المعارضة وبما قامت به. يعني طبعا هي تجربة للحكم، هناك تجربة للتسيير. حكومة الإسلاميين يعني بالاشتراك مع يعني ما نطلق عليه الترويكة استطاعت ان تسير البلاد، لا نستطيع ان نقول انها حققت انجازات معينة، ولكن استطاعت ان هناك حرية، هناك انجازات في الميدان، هناك سياحة ناجحة، هناك كذلك اخفاقات. لكن يعني النقطة البارزة في الموضوع أن الإسلاميين استطاعوا أن يحكموا البلاد بالاشتراك بغيرهم، لم يفتحوا السجون، لم يفتحوا المعتقلات، لم يمارسوا القمع، لم يمارسوا القتل، لم يمارسوا التضييق، هناك حرية إعلامية في تونس، هناك حرية سياسية، حرية التعبير. المشهد فعلا المشهد ربما فيه بعض الاختلالات، هناك عمليات اغتيال استهدفت بعض السياسيين. طبعا الذين يقفون وراء هذه العمليات أكيد هدفهم هو خلط الأوراق والإساءة للإسلاميين الذين أنا لا أدافع عن يعني عن الإسلاميين في الحكم، ولكن لا بد من توافق، لا بد من قبول بمبدأ المشاركة ومبدأ التداول السلمي على السلطة. يعني هؤلاء الذين يعارضون الإسلاميين ويعارضون النهضة عليهم أن يتوجهوا إلى الانتخابات وأن يتوجهوا إلى الشارع ويخسروا الحكم، يعني يطردوا الإسلاميين بالانتخابات من الحكم، لا إشكال. أما أنك تؤسس جبهة إنقاذ كما أسست في مصر وتؤسس حركة تمرد كما أسست في مصر ويبدأ هناك خطاب تخويفي، خطاب تخويني، خطاب استئصالي لكل ما هو إسلامي من أجل طردهم من الحكم ومن أجل تكرار التجربة المصرية، فهذا أعتقد أن هذا الأمر سيكون خطيرا بالنسبة لتونس. يعني تحدثت عن كثير من الأمور أستاذ رشيد، ألا ترى أنها كافية لإزاحة حكم الإسلاميين من السلطة؟ منها الاغتيالات طبعا. نعم، أنا لا أعتقد أن هذه الاغتيالات ستكون كافية لإزاحة الإسلاميين عن السلطة. لماذا؟ لأن حتى الذين يقفون وراء هذه الاغتيالات إنما هدفهم هو إزاحة الإسلاميين من السلطة. يعني الأصوات القائلة بأن الإسلاميون والنهضة يعني أو أطراف النهضة تقف وراء عمليات الاغتيال، هذا لا يمكن قبوله، لا يمكن لعاقل أن يقبل أن حكومة منتخبة هدفها البقاء، هدفها الاستقرار، هدفها ضمان استمرارية الدولة أنها تقوم بعملية اغتيال. هذا الأطراف التي تقوم بالاغتيال هي أطراف تريد الدفع باتجاه الفوضى، بالعكس هي تستهدف الإسلاميين بالأساس. يعني الإسلاميون في تونس استطاعوا أن يقدموا نموذج، استطاعوا أن يثبتوا للعالم أنهم بإمكانهم أن يتعايشوا مع غيرهم، جاءوا بيساريين ونصبوه رئيسا للبلاد. يعني هل هناك دليل أكثر من أن هؤلاء بإمكانهم أن يمارسوا
عملا في الحكومة دون عملية إقصاء، دون إقصاء للآراء الأخرى وللتوجهات الأخرى. يعني الآن يعني المشهد الآن في تونس نستطيع أن نقول يعني من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية فعلا هناك صعوبات، لكن لا نستطيع أن نتكلم عن إخفاق عام، إخفاق شامل في 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 في, في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. هناك صعوبات، هذه الصعوبات عادية جدا، كل بلدان الربيع العربي عاشت صعوبات اجتماعية، صعوبات اقتصادية، وهذا أمر عادي جدا. طيب أستاذ رشيد، فيما يتعلق اليوم دعنا نتكلم بالأيام المقبلة، تونس أمام حكومة جديدة، حدثني لو سمحت عن العقبات، وماذا عن أنه أبرز المرشحين هو وزير الدفاع التونسي السابق والذي يتصدر قائمة المرشحين لخلافة العرايض؟ طبعا هو وزير الدفاع السابق، هو استفاد من موقفه اثناء الثوره، واكيد هناك قبول كبير له على مستوى المجتمع التونسي. انا اعتقد انه اذا كانت الامور تمت بالسلاسه وجلسات الحوار التي بدات، التوافقات هذه التي تمت الى توافق، اعتقد ان التونسيين يستطيعون ان يجدوا مخرجا مناسبا للازمه، خصوصا اذا لم تصر حركه النهضه على المسك بزمام الامور، لان الاصرار على البقاء في السلطة هو الذي أتى بكل الكوارث في العالم العربي. إذا كان ونحن رأينا إشارات مختلفة من حركة النهضة على أساس أن هذه الحكومة ستستقيل مباشرة بعد التوصل إلى اتفاق، يعني توافق بين السياسيين، قد يكون هناك خروج آمن من الأزمة. طب البعض شكك وتوقع أن لا يكون تشكيل الحكومة بهذه السلاسة، كتب أحدهم الغنوشي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مارس الكثير من الدهاء السياسي بحسب المتابعين، إذ لم يقبل التوقيع إلا بعد أن أضاف عبارة تقبل النهضة الحوار على خارطة الطريق على قاعدتها. ماذا يعني على قاعدتها؟ أي قاعدة يتحدث عنها الأستاذ راشد الغنوشي؟ أنا أعتقد أن النهضة تحاول أن تخرج من الأزمة التي تعيشها بأقل الخسائر. يعني حتى هذا المحلل الذي قال أن الغنوشي مارس الكثير من الدهاء السياسي، أعتقد أن ممارسة الدهاء السياسي أفضل من ممارسة الإجرام السياسي، أفضل من أعمال القتل والتخوين، وأفضل من القمع يعني كل هذه الأمور. يعني ممارسة الدهاء السياسي هي دهاء، يعني النهضة تحاول أن تخرج من هذه، من عنق الزجاجة بأقل الخسائر، ويعني لا تريد أن تغادر الحكم نهائيا، ربما هي تحاول أن تبقي على مكانها، يعني على الأقل مسيطرة نوعا ما، وتحاول إقناع خصومها بالاشتراك في حكومة مقر. أما عقلية أن أكون أو لا أكون، أظن أن هذه العقلية هي التي ستأتي بالكوارث لمصر وستدخل البلاد في فوضى، لأنها تنطلق من مبدأ عدم قبول الآخر وعدم المشاركة مع الآخر، وتنطلق من عقلية الإقصاء والاستئصال. هل ترى أن المعارضة اليوم يعني بنعم أم لا ترى أنه هي تريد الاستقصاء أو إبعاد الإسلاميين؟ لما دخلت في الحوار لو كانت تريد إبعادهم؟ أنا لا أتهم المعارضة بالاستقصاء والإيصال، يعني أنا نظرتي إلى الأطراف في تونس نظرة سواء، ولكن هناك أطراف تدفع بهذا الاتجاه، هناك أطراف لها عداء كبير للإسلاميين، وهي تحاول إقصائهم وإزاحتهم نهائيا من المشهد السياسي، وهذا خطأ في تصوري، لأن النهضة متواجدة في كل القرى وفي كل المباشر، ولها بعد اجتماعي وبعد لا بد من الاعتراف بها والقبول بها في هذا المشهد. طيب السياسي رشيد، المثير في المشهد التونسي ان ربما النقابه او الاتحاد الشغل هو اقوى حزب سياسي في البلاد، وهو الذي يدير الاوضاع الان ويدير الحوار مع الحكومه ويحاول الخروج بتصور ربما يكون مناسب للمشهد التونسي. سنتكلم أستاذ رشيد أكثر عن تونس وتحديدا عن الوضع الأمني على الحدود التونسية الجزائرية، ولكن بعد هذه الفقرة، فقرة الحدث، ننتقل إليها. المحور الجزائرية، الجيش يشن عملية تمشيط كبرى قرب الحدود الليبية،
واصلت قوات من الجيش والدرك في الجزائر تفتيش ومراقبة مناطق شاسعة من الحدود مع ليبيا والنيجر بعد ضبط شحنة أسلحة قرب هذه الحدود. وقررت السلطات العسكرية في الحدود بين الجزائر وليبيا غلق الحدود بصفة جزئية. وقالت مصادر موثوق بها للصحيفة إن مصالح الأمن في الجزائر أعلنت في تعاميم داخلية قبل أسابيع بأنها تتوقع اعتداء إرهابيا في الجنوب من دون التأكد من الزمان والمكان، لكنها توقعت وقوع الاعتداء قرب الحدود أو في ولاية تمنارست. وزارة الدفاع والداخلية قررت اعتبار كل الحدود الجزائرية مع جمهورية مالي منطقة عسكرية مغلقة لا يجوز الاقتراب منها لغير السكان المحليين إلا برخصة أمنية مسبقة. وكانت وحدات من الجيش والدرك وحرس الحدود قد فرضت إجراءات أمنية شديدة الصرامة قرب الحدود مع ليبيا. وقال شهود عيان من بلدة الخليل في مالي قرب الحدود مع الجزائر إن قوات الجيش منعت نقل البضائع في طرق فرعية كانت تستغل في النقل البري بين الجزائر وليبيا. الشرق الأوسط. الحوار الوطني في تونس يبدأ بتقديم المرشحين لخلافة العريين. تتنافس عدة أسماء سياسية في تونس على منصب رئاسة الحكومة بعد تقديم علي العريد رئيس الحكومة التونسية أول من أمس التعهد بالاستقالة. وبشأن الاستعدادات الممهدة للإعلان عن رئيس الحكومة الجديد، قال الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي للصحيفة إنه تقرر عقد جلسة عامة للحوار الوطني مساء غد الاثنين بحضور الأمناء العامين للأحزاب، وذلك لتلقي مقترحات لجنة المسار الحكومي وبت اختيار الشخصية الوطنية المرشحة لرئاسة الحكومة. وفي السياق، قال الأمين العام للحزب الشعبي للحرية والتقدم جلول عزونة للصحيفة إن المشاورات الأولية رجحت المختار الطريفي داخل الجبهة الشعبية، كما ساندت الجبهة ترشح سناء بن عاشور كأول امرأة تونسية تتقدم لهذا المنصب. وأشار إلى أن الأسماء المرشحة ليست نهائية وأن التوافق عليها مسألة ضرورية. أستاذ رشيد، يعني قبل أن نتحدث عن الأمور الجزائرية الداخلية، أود أن أنهي ملف تونس. ماذا عن طبيعة التنسيق الأمني اليوم بين تونس والجزائر على الحدود؟ هو التنسيق الأمني بين تونس والجزائر لم يتوقف أبدا، لكن مع العمليات التي نفذها الإرهابيون في الجبال قرب الحدود الجزائرية أصبح هناك يعني شبه حصار مضروب على المنطقة، حتى الجيش الجزائري يركز جهوده هناك من أجل غلق الحدود نهائيا ومحاولة منع تسلل الإرهابيين وتسلل الأسلحة. هناك تنسيق قوي جدا على لسان مسؤولي البلدين، هناك تبادل كبير يعني تبادل متواصل للزيارات سواء المسؤولين السياسيين أو الأمنيين، وهناك تعاون كلي في هذا المجال، هذا على الحدود التونسية. طيب سيد رشيد، معروف أن الجزائر هي من الدول السباقة في مكافحة الإرهاب، سيما وأنها عانت منه الكثير. القيادات الأمنية التونسية هل طلبت المساعدة من القيادات الأمنية الجزائرية فيما يتعلق بهذا الموضوع، أي مكافحة الإرهاب؟ عموما القيادة الأمنية هذه أمور لا تكون متناولة يعني ولا تكون هذه الطلبات يعني في وسائل الإعلام، لكن هناك تبادل للتصريحات، تبادل سياسي للتصريحات، فعلى سواء على لسان وزير الداخلية الجزائري أو وزير الداخلية التونسي أن هناك تعاون تام. وطبعا تونس معروف أنها استعانت بالتجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب، وهي تجربة تعود إلى تقريبا 25 سنة في مكافحة الإرهاب. نعلم أن العشرية الحمراء يعني كانت الجزائر وحدها في هذا المجال، والجزائر تعرف أكثر من غيرها طرق وأساليب عمل هذه الجماعات، هذه العصابات التي تستخدم أساليب مختلفة، وهي يعني تحاول أن تعطي تجربتها في هذا المجال للدول التي بدأت تعاني من هذه الظاهرة، وعلى رأسها
تونس. يعني الجزائر الآن تعتبر نفسها في حرب على الإرهاب سواء على كل الحدود، لأن الجزائر الآن كما تعلمين أنها أصبح هناك سياج من نار يحيط بها، سواء على الحدود التونسية أو الحدود الليبية أو الحدود المالية، يعني وبالتالي هي في حالة استنفار على كل هذه الحدود. طيب أستاذ رشيد، يعني أفهم منك سياج نار إرهاب اليوم محاط بالجزائر، ما هي الأسباب بداية؟ تماما، هناك سياج من نار يحيط بالجزائر، ويعني وخاصة بعد ثورات الربيع العربي، أين يعني خلفت فوضى السلاح. أولا بدأت في ليبيا عندما حصلت الجماعات العديدة ذات التوجهات المختلفة، ومنها المحسوبة على القاعدة ومنها المحسوبة على حركات معارضة سواء في مالي أو في دول أخرى حصلت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، وانتقلت هذه الأسلحة بعد سقوط نظام القذافي إلى ليبيا، وأصبحت تمثل تهديدا حقيقيا لدرجة أن الجماعات المتطرفة سيطرت هناك على شمال مالي، وأصبح يعني السلاح بالدرجة الأولى أكبر تهديد، وهناك كميات من الأسلحة تدخل إلى الجزائر، وقد ضبطت الأجهزة الأمنية العديد من الكميات من الأسلحة الثقيلة والذخيرة على الحدود مع الجزائر. طيب ليبيا يعني لا تملك جيش نظامي بل فوضى مسلحة إذا صح القول أستاذ رشيد، لماذا يعني لم تساعدها الجزائر، وبالتالي كيف يمكن أن تساعد الجزائر ليبيا؟ نعم، أعيد السؤال لم أسمع. أستاذ رشيد، يعني ليبيا لا تملك جيش نظامي بل تملك فوضى مسلحة اليوم، لماذا لم تساعد الجزائر ليبيا فيما يتعلق بهذا الموضوع وبالتالي ضبط الحدود ووقف كل هذه التحركات والهجمات الإرهابية؟ وإذا كان هناك من مساعدة كيف يمكن أن تساعد الجزائر ليبيا؟ هي العلاقة بين الجزائر وليبيا علاقة حساسة نوعا ما، بدأت من أيام الثورة ضد القذافي. يعني الجزائر كانت تقف إما موقفا قد يوصف أحيانا بأنه حيادي أو قريب أكثر من النظام السابق، من نظام معمر القذافي. لذلك فالمسؤولون الجدد في ليبيا يعني لهم حساسية كبيرة من الجزائر، لكن ذلك رغم ذلك عبروا عن العديد من في العديد من المرات عن استعدادهم لتعزيز العلاقات مع الجزائر، وكان هناك زيارات متبادلة بين المسؤولين، وكان هناك تصريحات كذلك على لسان مسؤولين جزائريين بأنها ستساعد ليبيا لتشكيل شرطة. لكن فيما بعد أصبح المشهد في ليبيا يعني مشهد فوضى. الآن الدولة المركزية في ليبيا شبه منعدمة، وقبل أيام لاحظتم جميعا كيف تم اختطاف رئيس الوزراء، هناك عملية اغتيال، هناك سلطة فعلية للجماعات المقاتلة السابقة، وهذه الجماعات لا تريد أن تنساق تحت أوامر الدولة المركزية. وبالتالي الجزائر إذا أرادت أن تساعد ليبيا تساعد من؟ هل تساعد هذه الكتائب في زنتان وفي مصراتة وفي غيره، أن تساعد الدولة المركزية التي تقريبا لا وجود لها هذه الأيام؟ هل صحيح أنه الجزائر امتنعت عن التعاون مع ما سمي قوى الأمر الواقع على الحدود الليبية؟ أم ما زال التنسيق موجود؟ طبعا هناك نعم هناك بعض التسريبات الإعلامية من أن الجزائر أوقفت التعاون على الحدود مع ليبيا، وهذا يعني أنا ليس لدي معلومات دقيقة في هذا الموضوع، لكن يبدو أمرا واقعيا، لأن ما بعد الحدود هناك جماعات لا يعني منفلتة لها إيديولوجيات معينة ولا ليست مندرجة تحت الدولة في ليبيا، وبالتالي كيف يتم التنسيق مع هذه الجماعات؟ فهنا أحسن إجراء يمكن اتخاذه هو غلق الحدود ومنع أي دخول لأي سلاح وأي جماعات وأي يعني لابد من هذا الإجراء في تصوري. نعم. لتجنب انتقال هذه الفوضى إلى الداخل الجزائري. طيب ولكن سفير الجزائر بليبيا نفى هذا الموضوع، نفى هذا الخبر. أنا قلت ليست لدي معلومات دقيقة في هذا الموضوع، أكيد المسؤولين الليبيين يحرصون على أن هناك علاقات عادية مع الجزائر، وهم الآن يعني في الحقيقة يعيشون أزمة، ولا بد أن ينفوا مثل هذه المعلومات لأنها تضر بهم وتزيد من عزلتهم وتعزز الفوضى في الداخل الليبي.
أستاذ رشيد ولد بوسيافة الإعلامي الجزائري، سنتابع في هذا الحديث ومع ما قاله تحديدا المحلل الأمني من أن الجزائر باتت واحدة من أهداف خلايا القاعدة، ولكن بعد فاصل إعلاني قصير انتظرونا مشاهدينا. من جديد مشاهدينا أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج آخر طبعة، وطبعا أجدد الترحيب بضيفي من الجزائر الإعلامي الجزائري الأستاذ رشيد ولد بوسيافة. أهلا وسهلا بك معنا مجددا رشيد. أهلا وسهلا بك أستاذ رشيد، كنت أتحدث معك عما قاله محلل الأمن من أن الجزائر اليوم باتت واحدة من أهداف خلايا القاعدة، حدثنا أكثر عن هذا الموضوع وماذا بانتظار الجزائر على الصعيد الأمني تحديدا في الأيام المقبلة؟ أنا أعتقد أن أمام الجزائر تحديات كبيرة على الصعيد الأمني. الآن الجزائر معروفة بمحاربتها للقاعدة وللإرهاب عموما منذ التسعينيات، ويعني كان لها دور في يد مد العون والمساعدة للعديد من الدول على الأقل التجربة الميدانية. نحن نعاني من الإرهاب منذ سنوات. الجماعات الإرهابية موجودة في الداخل الجزائري، لكنها خلال السنوات الأخيرة بدأت تضعف وبدأت تتراجع أعدادها، ثم أنها فقدت الشرعية الداخلية، لذلك حاولت الحصول على شرعية من الخارج بالانضمام إلى القاعدة، وبقيت تنشط ضد الأجهزة الأمنية في بعض المناطق مثل منطقة القبائل ومثل الجنوب الجزائري. لكن مع زيادة الفوضى في العديد من الدول وفوضى السلاح والحصول على كميات كبيرة من الأسلحة، تدعمت هذه الجماعات بأسلحة جديدة وأصبحت تشكل خطرا ربما أكبر. ولاحظنا كثيرا كيف يعني نفذت هذه الجماعات خلال السنة الماضية عملية كبيرة خلفت صدى إعلامي كبير على الصعيد الدولي، ووضعت الحكومة الجزائرية والسلطة الجزائرية في حرج كبير أمام العالم، لأنها استهدفت محطة بترولية يعمل بها العديد من الجنسيات، وكانت هناك عملية كبيرة للجيش كذلك، خلفت بعض الملاحظات لدى هذه الدول لأنها خلفت ضحايا. فهذه يعني هذه العملية أثبتت أن الجماعات الإرهابية حتى وإن كانت أعدادها صغيرة وانتشارها ليس كبيرا على المستوى الداخل الجزائري، فإنها تستطيع أن تقوم بعمليات من هذا الحجم تخلف صدى إعلامي كبير وتضع الجزائر في حرج كبير، وربما تتسبب في أزمات دبلوماسية مع العديد من الدول كما حدثت مع عملية تيغنتوليان. طيب، يعني ما حكي عن توقعات أمنية باعتداء إرهابي كبير في الجنوب، وقال البعض أنه قد يكون في ولاية تمرست، يمكن أن يكون أقرب إلى الواقع، أليس كذلك أستاذ رشيد؟ أنا أعتقد أن هذه التقديرات يعني قريبة جدا من الواقع. يعني هناك تحدي كبير، هناك أكيد عملية الجيش كانت ضربة قاسمة كذلك للقاعدة، ولا بد من أن ترد هذه الجماعات على الجيش. يعني الجنوب الجزائري كان دائما مستهدف من قبل الجماعات المسلحة، وبالتالي أنا لا أستطيع أن أقول أنها قد تحدث هذه الاعتداءات، ولكن الأجهزة الأمنية في الجزائر في حالة استعداد دائم، لأنها دائما تتوقع مثل هذه العمليات. ربما في عملية تيغنتوليان الخطأ الذي سجل على الأجهزة الأمنية أنها لم تستطع أن تحضر نفسها لعملية من هذا النوع. يعني عملية في الداخل الليبي تستهدف قاعدة بترولية كبيرة يعمل بها قرابة 700 موظف، أغلبهم يعني وعدد كبير منهم أجانب، فربما يعني الأجهزة الأمنية ستتخذ احتياطاتها في المستقبل وتحاول أن تهيئ نفسها لمثل هذه العمليات مستقبلا. طيب، سأذهب معك أستاذ رشيد إلى الشق السياسي في الجزائر، وطبعا نود ربطه بالموضوع الأمني، كل شيء متصل في السياسة. بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة، بداية كيف تعلق على هذا الموضوع، وهل أنت مع أصلا؟ you
أولا أنا أعتقد أن الشق السياسي ليس مرتبط بالشق الأمني. نحن في الجزائر كلنا مجمعين على محاربة الإرهاب، على محاربة القاعدة، على محاربة كل من يهدد الوحدة الترابية. لكن عندما يتعلق الموضوع بالشق السياسي فنحن مختلفون، يعني الجزائريون مختلفون على من يحكمهم مستقبلا. هناك البعض العهد الجمهورية، وهناك البعض هو يعني كبير جدا في الساحة السياسية والمجتمع يرفض، يعني مثل قلة احترام، ولكن يعتقدون أن هذا الشخص رشيد أود أن أعتذر منك الثورة أو بعد الثورة أو خلال العقود الماضية يعني استطاع أن يحقق. تفضل أستاذ رشيد، كان هناك مشكلة تقنية ولكن يبدو أنها حلت، تفضل أكمل الفكرة. نعم، قلت إن عندما يتعلق الأمر بالشق الأمني فالجزائريون كلهم متحدون على محاربة الإرهاب ومحاربة القاعدة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالشق السياسي فهذا أمر مختلفون فيه. يعني عندما يتعلق سياسيا من يحكم انتخابات، وإلا لماذا ننظم انتخابات؟ هناك تيار كبير يعني يدعم بوتفليقة، ولكن أعتقد أن هناك تيار أكبر يعارض فكرة عهدة رابعة لبوتفليقة. ليس قلة احترام لهذا الشخص الذي قدم الكثير للجزائر سواء أثناء الثورة أو بعد الثورة أو بعد الاستقلال أو خلال العقود الماضية عندما حقق المصالحة الوطنية وكان هو عنوان التوقيع على هذه المصالحة. لكن إلى هذا الشخص بواقعية، وإذا بواقعية كبيرة، يقولون أن رئيس الجمهورية قدم ما عليه وقدم واجبه وزاد عليه، وعليه الآن أن يترك المكان لغيره لكي يحكم البلاد. يعني ويقولون بأن الحالة الصحية لرئيس بوتفليقة لا تمكنه من أن يواصل في الحكم، وهذا أمر رأيناه من خلال ظهوره على وسائل الإعلام. يبدو أنه لا يستطيع أن يزاول مهام أمامه كرئيس الجمهورية، وأنا أعتقد أن هذا التيار له انتشار كبير في الجزائر. هناك من ينادي بعهدة رابعة، والكثير من تكون على لسان رؤساء أحزاب أو وزراء، ولكن المشهد أو الموقف العام من هؤلاء أن هؤلاء إنما ينافقون رئيس الجمهورية، لأنه الآن في حالة قوة، خصوصا بعدما عاد من فرنسا وأجرى العديد من التغييرات الجوهرية التي مست الأجهزة الأمنية وحتى مست الحكومة والحفاظ على نسبهم الذي حصلوا عليها خلال وجوده على يبدو أن الاتصال انقطع مجددا مع رشيد ولد بوسيافة الإعلامي الجزائري، نعود إليه فور جهوزيته. ونذهب الآن مشاهدينا إلى فقرة اقرأ إسرائيل. إسرائيل هيون، مواجهة قبل الإفراج. في إطار المرحلة الثانية من عملية الإفراج عن معتقلين فلسطينيين التي تعهدت بها إسرائيل عشية استئناف المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، سجلت مواجهة عنيفة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس حزب البيت اليهودي الوزير نفتالي بنت. حلبة المواجهة الرئيسية ستكون اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التي تنعقد اليوم لبحث اقتراح قانون يطرحه نفتالي بنت، وهدفه منع الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في المستقبل. رئيس الحكومة يعارض اقتراح القانون بادعاء أنه يقيد العمل السياسي، وليس واضحا في هذه المرحلة ما إذا كان سيحظى بالتأييد داخل الحكومة، لأن نتيجة التصويت عليه مرتبطة بموقف بعض وزراء الليكود الذين يمارس عليهم نتنياهو ضغطا لمعارضته. يوم الخميس المقبل يتوقع إطلاق الدفعة الثانية التي تضم 26 فلسطينيا. محاولة نتنياهو التخفيف من حدة تأثير الإفراج عن الدفعة الثانية بواسطة الدفع قدما بعطاءات البناء في المستوطنات اصطدمت بمعارضة وهجوم مباشر عليه شنه البيت اليهودي. هارتس، أسرى مستوطنات. لماذا ينبغي أن تكون هناك صلة بين البناء في الضفة الغربية وإطلاق أسرى فلسطينيين؟ لماذا تواجه الخطوة التي من شأنها المساهمة في تقدم العملية السياسية والتي تسهم في بناء الثقة مع الفلسطينيين بعملية إحباط مركزة من شأنها المس بالمفاوضات؟
لكن إسرائيل التي تبنت منذ زمن معادلة تفيد بأن كل عملية تحصل تفرض ردا صهيونيا مناسبا على صورة البناء في المستوطنات، رأت أن الإفراج عن أسرى والعملية السياسية كلها عملية تخريبية تحتاج إلى رد. يمكن الاختلاف مع قرار الإفراج عن الأسرى، ومسموح أيضا بمعارضته والعمل لإسقاطه في إطار القانون، لكن ثمة فجوة هائلة بين القرار الذي لا يستطيع التأثير على نتائج المفاوضات وبناء بيوت كل هدفها زيادة السور المنيع أمام انسحاب من الضفة الغربية. لا يمكن أن يكون هناك أي ادعاء شرعي لبناء شقق جديدة في المستوطنات، ومن الأفضل لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو استيعاب حقيقة أنه يجري المفاوضات مع الفلسطينيين لا مع المستوطنين. يعود إلينا الأستاذ رشيد ولد بوسيافة الإعلامي الجزائري من الجزائر، ولكن عبر الهاتف تعذر أخذ الصورة مباشرة من الجزائر. يعني أستاذ رشيد، كنا نتحدث عن ولاية رئاسية رابعة لبوتفليقة، ولكن يبدو أن هناك الكثير من التغيرات التي يقوم بها على الأرض قد تجعل في ولاية فعلا رئاسية رابعة، منها تجميد مهام 70 رئيس دائرة، تغيير الولاة، وهناك أيضا قرار بتعديل الدستور الجزائري قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2014. برأيك لماذا تعديل الدستور، وبالتالي ماذا سيعدل فيه تحديدا؟ ويبدو أنه عاد معنا عبر الصورة مباشرة من الجزائر. كل الخطوات التي قام بها بوتفليقة منذ أنا نعم تفضل أستاذ رشيد تفضل. نعم أنا أعتقد أن كل الخطوات التي قام بها الرئيس بوتفليقة منذ أن عاد من مرضه من فرنسا تصب في صحة في اتجاه المرور إلى عهدة رابعة، سواء من خلال التغييرات الجذرية التي أجراها في الجيش، أو من خلال التغييرات التي أجراها على رأس الحكومة ووضع يعني نستطيع أن نقول يعني موالين له على رأس الوزارات السيادية المعنية خصوصا بالانتخابات، كذلك بما يتعلق بتعديل الدستور، أو التصريحات الأخيرة على لسان رئيس حزب الأغلبية عمار سعيداني الذي قال صراحة أنه قال أمس في تجمع أمام أنصاره أنه سيرشح الرئيس بوتفليقة إلى عهدة الرابعة وأن هذا الرجل قدم الكثير. كل هذه المعطيات تقول، لكن أقول أن هناك توجه كبير سياسي يقول أنه لا بد من حصول تغيير خلال الرئاسية المقبلة، لأنه لا يمكن أن يزاول الرئيس بوتفليقة عمله كرئيس الجمهورية في ظل الظروف الصحية التي يمر بها. يعني هي فقط أسباب صحية برأيك تجعل هناك معارضة لولاية رئاسية رابعة للرئيس بوتفليقة؟ هذا هو الآن المعلن، يعني كل المعارضين لفكرة العهدة الرابعة يرافعون بالملف الصحي لرئيس الجمهورية، ما يتعلق بسيطرته على السلطة وإدارته للبلاد، ويقولون أن الرجل حقق الكثير من الإنجازات وكذلك الكثير من الإخفاقات يعني في 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 عهده. يعني هناك قضايا فساد لم تنتهي إلى الآن في المحاكم، وهي قضايا كبدت الخزينة العمومية ملايير الدولارات وليس ملايين. لكن الملف الأكبر الذي يرافعون به يقولون أن الحالة الصحية لرئيس الجمهورية لا يمكن لها أن تمكنه من المرور إلى عهدة رابعة، يعني كيف يخرج للشارع، كيف يقوم بحملة انتقادية في الولايات، كيف يزاول عمله كرئيس الجمهورية في المستقبل إذا كان لا يقوى على النهوض. أستاذ رشيد، قبل أن أنتقل إلى الملف السوري وجنيف 2، أود فقط منك بجواب سريع لو سمحت لضيق الوقت. هناك حجز أجهزة تجسس متطورة داخل أظرفة بريدية في ميناء الجزائر، كيف تعلق؟ يعني يبدو أن هناك هجمة كبيرة اليوم على الجزائر وهذا واضح. الجزائر فعلا الآن مستهدفة، يعني بعد انقسام السودان أصبحت الجزائر البلد الأكبر إفريقيا، وجزائر معروفة بجيشها القوي ومعروفة بمقدراتها ومعروفة بثرواتها الطبيعية الكثيرة، يعني وأكيد هناك الأطماع تتجه لها من أجل خلق يعني فوضى ومن أجل يعني الحصول على امتيازات في هذا البلد العملاق في القارة الإفريقية، هذا معروف. قد نضع مثل هذا الحدث في اكتشاف أجهزة تجسس في هذا الإطار.
أستاذ رشيد، سأنتقل معك إلى موضوع سوريا والملف السوري الإبراهيمي من طهران. قال بالأمس أنه مشاركة طهران في هذا المؤتمر، مؤتمر جنيف 2، مهمة ضرورية ومثمرة. برأيك أي أوراق تملك اليوم إيران لتلعب بها على طاولة المفاوضات في جنيف 2؟ أنا أعتقد أن إيران تملك أقوى ورقة في سوريا، أولا سواء بدعمها للنظام السوري وحمايته لها منذ سنوات، سواء من خلال تواجدها في الميدان، سواء من خلال يعني قوة كقوة إقليمية تستطيع أن تفرض كلمتها في هذا المجال. أعتقد أن المنادات يعني الإبراهيمي عندما ألح على مشاركة إيران كان مصيبا جدا، وأعتقد أن كل من يريد الخير لهذا البلد سوريا عليه أن يبذل جهدا من أجل الوصول إلى حل سياسي للأزمة، لأن الحل العسكري الذي تمت يعني لا يمكن أن يصل إلى نتيجة إلا لتدمير ما تبقى من سوريا. لا يوجد هناك فصل عسكري سواء من النظام أو من المعارضة، يعني كل استمرار في نهج العمل العسكري هو استمرار لتدمير المدن السورية وتدمير القرى السورية وتهجير الشعب السوري. طيب هذا الكلام يحكى، هذا الكلام سيد رشيد الآن هو أن كل طرف يحاول أن تفضل أكمل. نعم تفضل أكمل الفكرة. نعم أقول أن مشاركة إيران، نعم أقول أن مشاركة إيران ستكون حاسمة في جنيف 2. طيب الكلام عن الحل السياسي يعني دخل السنة الثالثة، ولكن يبدو أنه الكلام فعليا للحل العسكري ما زال على الأرض. هناك اليوم كلام جديد يحكى عن إمكانية تأجيل مؤتمر جنيف 2 حتى كانون. برأيك هل سوريا باستطاعتها الانتظار حتى هذا الوقت؟ أي بالتالي لن يكون في شهر تشرين الثاني مؤتمر جنيف كما قيل. أنا أعتقد كل تأجيل لهذا المؤتمر هو مزيد من التدمير، هو مزيد من القتل، هو مزيد من التهجير للسوريين، ومزيد من إضاعة للوقت. أعتقد أن الداخل السوري لا يحتمل مزيدا من التأجيل، والمشكلة يعني المتهم في هذا المجال ربما هو طرفي الأزمة. حتى المعارضة السورية الآن تضع شروطا توصف بالتعجيزية وتحاول أن تضغط على الائتلاف السياسي وتهدده، وربما لأنها هي المتحكمة في المجال. ثم كذلك النظام السوري يعني أكيد هناك يعني ليس هناك رغبة ملحة للوصول إلى تسوية سياسية مع خصومه، ودائما يتحدث ويحاول أن يفضل يعني معارضة على مقاسه، وأعتقد أن بهذه العقلية لا يمكن أن نحقق نتيجة في الموضوع السوري. طيب ولكن سيد رشيد النظام عفوا ليس بحاجة إلى كل هذه الأمور، هو يحقق انتصارات على الأرض، وفي المقابل وافق مباشرة على مؤتمر جنيف 2 ولم يضع حتى شروط مسبقة. أنا أعتقد أن النظام يعني لا يمكن أن النظام هو المتسبب الرئيسي في هذه الأزمة، وهو الذي يعني تسبب وهو الذي استدرج هذه المعارضة إلى العمل المسلح، وكانت النتيجة هي تدمير سوريا والوصول إلى، لا أعتقد أن أي يعني حتى الحوار الأخير للرئيس بشار الأسد مع الميادين يعني لم يكن مشجعا كثيرا للذهاب إلى التسوية السياسية. لماذا لم يكن مشجعا كثيرا؟ الرجل لا زال يتكلم بصفة استعلاء، خاصة بعد تحقيق بعض الإنجازات بدعم واضح من حزب الله وإيران في الميدان. يعني هناك مقاتلين الآن يصرحون ويمرحون في الداخل الليبي، وأصبحت سوريا الآن الرجل نجح في تحويل سوريا إلى معركة حرب تشارك فيها قوى خارجية، سواء قوى محسوبة على القاعدة ومقاتلين جاءوا من كل العالم، أو مقاتلين جاءوا من لبنان وآخرون جاءوا من إيران. طيب سيد رشيد سأنتقل معك إلى موضوع مصر. هناك مصادر للإخوان تكشف لصحيفة الشرق الأوسط عن خطة الجماعة لإرهاق الأمن قبل محاكمة الرئيس المخلوع محمد مرسي في 4 نوفمبر، ونية الإخوان الدخول إلى ميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة من أجل تقليل التأمين على المكان الذي سيحاكم فيه الرئيس المعزول.
نعم، هذه من السيناريوهات التي تصنعها أجهزة الإعلام المحسوبة على الانقلابيين في مصر يعني تحاول أن تخلق سيناريوهات معروفين. يعني الإعلام المصري في هذا المجال، مع يعني شاهدنا كلنا حجم الأكاذيب التي قيلت على جماعة الإخوان، التي الآن إلى الآن أثبتت أنها جماعة إسلامية يعني تحتج بالمظاهرات، لم تعمد إلى استخدام العنف أو استخدام السلاح، لا زالت الآن ترفع الشعارات في الميادين رغم كل أنها هذه الأحداث. أستاذ رشيد، عفوا كل هذه الأحداث، كل هذه الأحداث التي مرت أستاذ رشيد، أظهرت جماعة الإخوان عن سلميتها وعلى سلميتها في وجودها في الشارع. نعم، إلى الآن لم تشكل جماعات مسلحة وتقوم بعملية إرهابية، إنما الآن كل ما تقومه جماعة الإخوان أنها تحتج في الشوارع وهذا وفي الجامعات وفي الميادين الكبرى، وهذا أمر مقبول وأمر مشجع عليه، ولا أحد يستطيع أن يعترض عليه، حتى ولا اعترض عليه الانقلابيون. يعني الذين يقولون يقومون بجماعات بعمليات إرهابية في شمال سيناء أو في بعض المدن المصرية، هؤلاء لابد أن لا نحسبهم على جماعة الإخوان، لأنهم كانوا موجودون وجماعة الإخوان موجودة في الحكم. يعني ما نلاحظ، أنا لا أدافع على هذه الجماعة ولا لدي عليها العديد من الملاحظات، وبالنسبة لي يعني وجودها في الحكم كان إخفاق في كثير من المجالات ربما بسبب نقص التجربة، لكن لا نستطيع أن نتهم هذه الجماعات بالإرهاب حتى ولو سمعنا كل ذلك الكلام من الإعلام المصري الذي يتهمها بالإرهاب والتخوين والإجرام وكل هذه، لا نستطيع أن، لأننا نحن نشاهد الصورة من الخارج. يعني خاصة كجزائريون، جزائريون نفهم جيدا كيف هو الانقلاب. يعني هناك حدث انقلاب عدنا سنة 92، وكانت الضريبة 200,000 ضحية، 200,000 ضحية من الشعب الجزائري، وكذلك عاد المصريون وعادوا السيناريو وقاموا بعملية انقلابية وألغوا كل المنتخبين يعني وسجنوهم وألغوا الهيئات المنتخبة، ويحاولون الآن تسويق الأمر وكأن الأمر عادي وكأنه ثورة حدثت في 30 جويلية. السيد رشيد ولد بوسيافة الإعلامي الجزائري، كنت معنا مباشرة من الجزائر، أشكرك جزيل الشكر على مشاركتنا اليوم في حلقة من حلقات برنامج آخر طبعة، وطبعا الشكر الكبير لكم مشاهدينا، نلقاكم بالغد يوم الغد إن شاء الله. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.